المعارضة هتتكون أما نمشي في خريطة الطريق، وخريطة الطريق عملنا فيها أول حاجة، تاني حاجة فيها رئاسة الجمهورية، وبعد كده هيحصل انتخابات مجلس الشعب فهتتكون المعارضة. إنما كل الأحزاب دلوقتي كلها بتحضر نفسها لترشيح ناس عشان يبقى رؤساء جمهورية. إحنا حاسين كلنا بالخطر الكبير، وحاسين إن في مؤامرة من دول، حتى مش من مخابرات بتاع الدول كبيرة ضد بلدنا، وعايزه تهدمها، تهدم دوله مصر وتهدم الجيش المصري. فاحساس الناس بده، حتى المعارضين اللي زينا اللي طول عمرهم كانوا في المعارضه، يعني احساسهم بالخطوره بخليهم يتكاتفوا في اللحظه الحاليه، بحيث انهم يبقوا مع الدوله. متى تعارض؟ انت تعارض حينما تجد ما يحدث امامك غير ملائم وغير مناسب لتوجهاتك انت، مش كفرد، أنت والمجموع. بعارض، بقول لا ده ما ينفعش، اللي ينفع كذا كذا للمصلحة العامة، وأنا ببقى كبني آدم ببقى مجرد تماما وبعيدا عن المصلحة الشخصية. هي الفكرة أن الشعب المصري دلوقتي بقى شايف أن المعارضة بشكل مختلف، بقى شايفها هو أنت مع ثورة 30/6 ولا ضدها. عشان كده ما حدش يعني عايز ياخد فكرة خطوة المعارضة دلوقتي، مستنيين لما يبقى في رئيس نقدر نعارضه. إنما أنت لو بتعارض دلوقتي يعني هتحس أن أنت بتعارض ثورة 30/6، فمش هيبقى في واقعية في المعارضة يعني. وبالذات لما يبقى في رئيس مستقر نقدر نقول له انت بتعمل ايه وما بتعملش ايه، لما يبقى في حكومه مستقره نقدر نقول لها ايه اللي انت بتعمليه. انما دلوقتي احنا عارفين ان كل حاجه مؤقته. انا بعارض ليه؟ عشان اوصل للافضل، مش عشان الكرسي. المعارضه اللي بتحصل عشان الكرسي وعلى الوش كده وكله عارف. مساء الخير. هل سيحكم الرئيس القادم بدون معارضة؟ على ما يبدو ده الواقع إذا تعاملنا مع تظاهرات الإخوان وحركاتهم الاحتجاجية في الشارع وتحالف دعم الشرعية وحلفائهم كنوع من صراع البقاء أو معارضة ضد الدولة أكتر منها ضد النظام السياسي. في نفس الوقت البعض بيتساءل أين اختفت الحركات الاحتجاجية من الشارع؟ يعني احنا شفنا أيام مبارك عدد لا نهائي من الحركات الاحتجاجية. فين المعارضة التقليدية؟ وليه ما بقيناش شايفينها بعد 30/6؟ وهل دور الأحزاب اللي موجودة حاليا ومنها أحزاب كبيرة وتقيلة إنها تبقى فقط دعم مرشح الرئاسة؟ طب ليه ما تطرحش مرشح رئاسي من عندها ينافس؟ طيب احنا رايحين على فين؟ وهل زي ما قالت احدى الفتيات اللي شاركت في التقرير ان اللي بيعارض دلوقتي بعد 30/6 يبقى بيعارض ثورة 30 يونيو؟ لا طبعا، ده رأي تاني، رأي اخر. هاخدكم على طول مع ضيوفي واطرح عليهم الاسئلة. هرحب في البداية، لاني هبدأ الاسئلة من على الشمال مش على اليمين، دكتور احمد عبد الرب استاذ العلوم السياسيه بكليه اقتصاد وعلوم سياسيه جامعه القاهره. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. بحبيبي وصديقي المشاكس ربنا يخليك استاذ جورج اسحاق، اهلا بحضرتك. اهلا استاذ محمد. وبرحب مؤسس حركه كفايه، وبرحب ايضا بصديقي العزيز اللواء سفير نور مساعد رئيس حزب الوفد. قبل ما ابدا عايز اقول لكم، واحنا كنا بنجهز في البرنامج ده كنت بتفق مع فريق الاعداد، بقول لهم مفيش حاجه اسمها خبره ومنظرين هجيبهم في هذا البرنامج، يعني اللي هم بقى على كل الفضائيات وعمالين ينظروا ومحلل سياسي سابق وخبير امني حالي والكلام. احنا هنجيب ناس في السلطه، هنجيب ناس في المسؤوليه ويجوا يجاوبونا، بس الناس زهقت. فلما طلبت ان صديقي العزيز جورجي اسحاق يجي قال لا، ما خير بيقول في البرومو بتاع البرنامج مش عايزين عواجيز والكلام. ما اقدرش استغنى عنك، انت حبيبي. طيب ماشي، فانا بجدد التحيه اهو، وربنا يجعل كلامي خفيف عليك، وهنشوف هنطلع من البلد دي، من الحلقه دي، مش من البلد دي، لا احنا قاعدين بان احنا نجاوب على هذا السؤال. هبدا بيك يا دكتور احمد.
علشان جزء مهم تقوله لنا كده كأستاذ علوم سياسية وبإجازات شديدة. إيه معنى كلمة معارضة؟ احنا عندنا نوعين من المعارضة، المعارضة اللي هي من داخل النظام، معارضة من خارج النظام، بمعنى ان في معارضة بتعترف بشرعية النظام فتشتغل جوه العملية السياسية، الانتخابات، البرلمان، الرئاسة الى اخره، لكن تظل تعارض سياسات معينة لهذا النظام. في معارضة تانية او نوع تاني من المعارضة اللي هو المعارضة التي لا تعترف اصلا بشرعية النظام. فعلى سبيل المثال سريعا، لحد 2004-2005 كنا نقدر نقول انه كان في فرصة للمعارضة نظام حسني مبارك من داخل النظام. من 2005-2010 تدريجيا مجرد انشاء حركة اسمها كفاية، ده في حد ذاته كان بيعني انه المعارضة بدأت تاخد شكل ان هو معترض اصلا على شرعية هذا النظام. نعم. فيعني دول بشكل يعني بشكل سريع ومختصر لحد ما طيب عايز برضو اعرف منك بإيجاز المعارضة اللي موجودة في الثلاث أنظمة اللي مرينا بيها، مبارك ثم فترة حكم مرسي باستثناء الفترة الانتقالية ثم الآن. المعارضة كانت في فترة حكم مبارك ممثلة في إيه؟ كانت أقوى عند الحركات الاحتجاجية، أقوى منها من الأحزاب السياسية. يعني فترة مبارك عندنا حركات احتجاجية كفاية 6 إبريل، جمعية الوطنية إلى آخره. اثنين أحزاب سياسية كانت أضعف شوية. طيب ثم عندنا معارضة ثابتة ورئيسية اللي هي جماعة الإخوان المسلمين. صحيح. هننقل على فترة حكم مرسي، المعارضة كانت ممثلة في إيه؟ المعارضة بالأساس كانت جبهة الإنقاذ، اللي هي كانت تحالف مجموعة من الأحزاب السياسية وبعض الشخصيات العامة. نعم. يليها الأحزاب السياسية، ثم كانت الحركات يمكن يعني قلت شوية لو هنعتبر من جبهة الإنقاذ كانت جبهة أحزاب، اللي هو تجمع الأحزاب. صحيح. في جبهة الإنقاذ. في جبهة الإنقاذ. طيب المعارضة بعد 30/6 شايفة ممثلة في إيه؟ هدي المشكلة، وهو ده اللي إحنا جايين نتكلم عليه في الحلقة. بعد 30/6 كان في مداخله، انا من وجهه نظري متفق معاها تماما. بعد 30/6 ما فيش حتى الان عمليه سياسيه حقيقيه تعدديه عشان نقدر نتكلم على حكومه ومعارضه، يعني ما فيش رئيس عشان يبقى فيه معارض للرئيس، ما فيش حكومه منتخبه او ما فيش برلمان منتخب او ما فيش حزب عنده اغلبيه في برلمان عشان نتكلم انه في معارضه لهذا الحزب الحاكم او انه في معارضه للحكومه او الى اخره. اثنين، ان من 30/6 واعتقد ده برضو اتقال في المداخله اللي حضرتك عملتوها، انه كان في مشكله دايما في انه اللي بيعارض هل هو بيعارض الدوله ولا بيعارض النظام. فبعد 30/6 على طول كان ايه اقوى حدث حصل؟ فكره الحرب على الارهاب. يعني بعد 3/7 كان اقوى حدث هو الحرب على الارهاب. فده ما بيديش فرصه، الناس بقت في الشارع لما تشوفك بتتكلم بشكل فيه سخريه من النظام الحاكم او من رئيس الحكومه في الفتره دي، او فالناس تتخيل ان انت طابور خامس للاخوان، او بعض الناس حتى قالت كده، او ان انت عميل مش عارف ليه. فيعني حصل نوع من انواع الخلط بين هل انت بتعارض النظام ولا انت بتعارض الدوله، وبقت الفكره ان انت يا اما تكون مع الدوله يا اما تكون ضد الدوله. فده اللي اعتقد في تقديري، ويعني هو اللي اثر على فكره المعارضه، وده الفرق الرئيسي بين مرسي ومبارك وبين اللحظة اللي احنا فيها حتى الآن. هروح لأستاذ جورج إسحاق. حركة زي كفاية والكل كان بينظر لها هي تقريبا ضربة البداية ضد النظام، أو أول مسمار دقة في نعش النظام مبارك. حركة زي كده وبصفة حضرتك مؤسس لحركة كفاية، ليه اختفت وليه ما ظهر لهاش دور بعد كده؟ وهل انت تتوقع ظهور حركات قوية زي كده في الشارع على الاقل بعد انتخاب رئيس قادم؟ لو بتسمح لي بس اعلق على اللي انا شفته. اتفضل. استاذنك يعني ان اولا يعني في حد اتكلم كده وقال الاحزاب دي عايزه مصلحتها وش كده، قال يعني اخترع العجله. طبعا الحزب السياسي وظيفته انه يسعى للحكم. نعم. شيء طبيعي. فالناس هذه المفاهيم ضروري تتغير، وضروري الناس تبقى عارفة هي بتتكلم عن ايه. حاجة تانية، انا مش موافق مع الدكتور احمد ان في حاجة معارضة داخل النظام ومعارضة خارج النظام، لان معارضة داخل النظام فيش معارضة داخل النظام. وكان المبرر بتوع اصدقائنا في الحزب الوطني ان احنا بنعارض من داخل النظام، كلهم يا جدعان ما ينفعش تقعدوا في وسط الفساد ده كله، فيقولك احنا جوه عشان نعارض، ما عملش ولا حاجة عشان نقلل الفساد. طبعا. يعني وانا بضرب مثل دايما بالدكتور حسام بدراوي، كان عنده فكرة عن التعليم، لو كانوا سمعوا كلامه في القصة دي كان عمل عمايل، ولكن ما قدرش. هرجعك لكفاية. أنا هقول لك طيب أنا بس عايز أقول لحضرتك كمان، لما تيجي تتكلم على المعارضة فيش حاجة اسمها معارضة الدولة. الدولة دي في عينينا وفي قلبنا وهندافع عنها مهما حصل. فيش حاجة اسمها معارضة الدولة، معارضة نظام، معارضة موجودة. نيجي بقى نتكلم على كفاية. كفاية كانت
فكره والفكره لا تموت. يعني حضرتك بتقول لي فين كفايه دلوقتي؟ لو سالتني فين كفايه دلوقتي؟ اقول لك الفكره، الكفايه فكره والفكره لا تموت، انك انت هتفضل قاعد راصد كل اي مظاهر استبداد او فساد او كده، هتفضل انت راصدها وممكن نعمل كفايه اثنين وكفايه ثلاثه وكفايه اربعه. يعني تتوقع ظهور كفايه ثانيه؟ اكيد لو حتى لو اختلفت الاسماء. طبعا انت احنا دلوقتي بنفكر ان احنا نصدر يعني بيان من بعض السياسيين المحترمين، يعني نقول فيها احنا عايزين ايه من الرئيس القادم وهنديله فرصه ايا كان هذا الرئيس. هتديله فرصه كويس؟ اذا في خلال الثلاث اشهر الاولى لم نشهد تغيير فعلا حقيقي، هتبقى في حركات احتجاجيه في الشارع. واحنا بنجهز لهذه الحلقه، فاحنا كان حطينا نموذج حركه كفايه ومؤسسها مهندس جورج اسحاق، وجبنا ممثل بيشرفنا لواحد من اكبر الاحزاب التقليديه في مصر وهو حزب الوفد اللواء سفير نور، وجبنا بينهم قاسم مشترك وهو استاذ للعلوم السياسيه علشان يدينا جزء حاجه كده اسمها التأصيل. يعني هاعود لصديق العزيز اللواء سفير نور مساعد رئيس حزب الوفد، وانت متمثل حزب قديم وعريق، يعني شايف حزب الوفد اقدر اسميه حزب معارض في مصر؟ طبعا ده اكبر حزب معارض في مصر حزب الوفد، مش عايز في البطاقه. لا مش في البطاقه، لا في الشارع. في الشارع في شارع في كل مكان، يعني ده من ثوره 52 اديك شايف طبعا اللي حاصل. انا عاوز اقول الاحزاب كلها بصفه عامه معذوره، الاحزاب كلها كانت محاصره في النظام السابق ايام من نظام ايه؟ نظام الرئيس حسني مبارك. نعم كانت محاصره، كان قاعدين في الاحزاب، كل الاحزاب كانت قاعده يشرب الشاي والقهوه، ما فيش مانع يلعبوا طاوله يعني. طيب اما ما يخرجوش بره السور. نعم. بتاع الحزب. جه نظام الاخوان ومحمد مرسي. حزب الوفد كان الداعي الاول. وكان بيت الامه هو اول اجتماع لجبهه الانقاذ موجود. هذه الجبهة كانت معمولة علشان خاطر الإطاحة بهذا النظام والإطاحة بمحمد مرسي. دي أكبر معارض، أكبر حزب معارض. بس ما اقدرش اقول الوفد هو اللي أطاح ده. لا ده احنا قلنا كده. لا انا بقول لك احنا كان بيت، ده بيت الأمة واول اجتماع لجبهة الإنقاذ، وتشكلت في بيت الوفد في طب رحتوا فين بعد كده؟ لا في غرض اساسي. استاذ جورج اسحاق كان موجود معانا ومشرفنا، ومن الاصوات القويه المعارض الشرس كان موجود معانا، موجود والحمد لله حققت جبهه الانقاذ الهدف وهو الاطاحه بهذا النظام. ثم بدانا يعني نشوف احنا هنعمل ايه في المرحله القادمه. المرحلة القادمة وهي تنفيذ خريطة الطريق. تنفيذ خريطة الطريق لازم نساند، زي ما الأستاذ جورج قال لسيادتك ان استحالة انا دلوقتي انا ما قداميش انا هعرض مين. انا هعرض مين؟ البلد طلعت كلها، الحتة اللي انا بقولها برضو ان ما فيش بقى يقول لك الشباب هم اللي عملوا الثورة، الشباب الشباب الشباب، لا مصر كلها، الشعب المصري كله، سيداته العظام، انساته العظام، الأطفال الصغار، الكبار الصغار، 30/6 الشعب المصري طلع بكامله. كفت ما تقوليش بقى الشباب هم الحتة بتاعت الشباب الشباب الشباب، بالراحة الشباب ده هتضيعوه، حرام عليكو، ده الشباب محتاج الخبرة دي كلها عشان احنا نديله خبرتنا. احنا مش عاوزين يعني نتولى مناصب، بس الشباب ده هو اللي قوم ثورة يناير. الشباب مش لوحده، مصر كلها نزلت. مصر كلها في يناير نزلت. مصر كلها نزلت في يناير وفي يونيو. مصر كلها كانت في ناس شباب جميل موجود. هذا الشباب الجميل اللي عمل 25 يناير روح البيت وترك الإخوان يركبوا الثورة، ترك الثمرة بتاعته ومشي. مشي خلى الإخوان دخلوا وركبوا. وانتوا كأحزاب كنتوا وعملوا اللي عملوه. وانتوا كأحزاب، احنا كأحزاب، احنا مش كأحزاب، احنا كأحزاب نزلنا في 25 ونزلنا في 30 وقمنا بدورنا. ولكن لازم تبقى عارف ان الاحزاب ديت لها اهداف كتيرة جدا ولها ابعاد، والامكانيات المحدودة اللي كانت موجودة في كافة الاحزاب، لان الفترة اللي فاتت
قضت على الأحزاب. مش بقول لك أضعفت الأحزاب بس تكاد تكون تقضي على الأحزاب. فترة فاتت أيام مبارك؟ هم ليه؟ طيب الأحزاب لا بس كانت لو موجودة. اتفضل. تمام بس لما أكمل يا أستاذ جورج. أنتوا هتخلعوا عرض وأنتوا قاعدين هنا جنبي. هكمل. لا لا هكمل. هكمل حبيبي. هكمل. هكمل. تمام؟ أنت كل ما نشوف دلوقتي يقول لك إيه؟ الناس الكبار يركنوا على جنب. كبار ده انت من غير الكبار مش هتعرف تعمل حاجه اطلاقا حاجه. ما الكبار قعدوا 70 سنه ودونا في داهيه. يعني في خبرات، في خبرات موجوده كويس قوي بتدي خبرتك. تاني لا ما انا عجوز زيك. لا خبرات لا الحقيقه اذا كان يا رأي مش معقول اذا ما كانش ده انا ما بعوز حاجه بسال يا والدي في كذا كذا كذا، يا عمي في كذا كذا كذا، لازم الكبير له خبره. طب 60% جميلة. من بلدك اقل من 35 سنه. انت شايف الحكومات اللي عماله تشكل بعد ثوره يناير يا استاذي؟ انا ما طلبتش منك كرسي، انا بقول لك انت ده انا بدي لك مثل انا على ان صوتي كشاب يبقى موجود. وبعدين الهجوم القاسي على الاحزاب، ناس دي 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 على الاحزاب ليه؟ ليه؟ طب ما الناس عايزاكوا تشتغلوا. الدستور بيقول، الدستور بيقول، انا اقول لك حاجه فضل. الدستور بيقول دوله مدنيه والاحزاب ده انا لازم اشجع الاحزاب، اقف جنب الاحزاب عشان هي كل حاجه. انت هتسال على المعارضه؟ اسال على المعارضه وانا ما عنديش لا عندي برلمان ولا عندي اي شيء موجود عشان هحاسب مين. طيب نظام مبارك سقط بعد 25 يناير، عملت ايه في الثلاث سنين اللي فاتوا في كل المحافظات؟ طب اعلق بس فضل. على كلام سياده فيه فضل. يا سيادة اللواء، أنت يعني خاصة ثورة 25 يناير دي حررت الأحزاب من اللي كانت فيه قبل في عصر مبارك، لأن موقفها في عصر مبارك كان مخجل صراحة ربنا. يعني أنت كحزب سياسي، كحزب الوفد، حزب كبير، المفروض يبقى حزب ثوري. كان في حسابات، كان في حسابات. ما هي دي بقى اللي احنا عايزين نتكلم فيها، إنه ما عادش في حسابات، تحررت الدنيا. فعايزين نشوف منظر جديد. انت بتتكلم على كبار وكده، انا بقول لحضرتك ان هناك نخبة جديدة تتكون في المجتمع المصري من الجيل الصغير ده، نخبة جديدة، فانت ضروري تديها الفرصة. اولا كل الناس السياسيين الموجودين يعني فعلا في اواخر العمر، ضروري يبقى فيه كدر جديد. وانا شفت في حزب الوفد يعني الجيل الصغير افضل بكتير من مع احترام الشديد للجيل الكبير، فكره اكتر، الياته احسن، تواصله مع الـ مع الـ مع الناس افضل، يعني في نخبه فانا عايز اطمنك يا عم محمد انه في نخبه جديده تتكون في مصر الان. يا استاذ هطلع فاصل بس اعلاني بس عايز اقول لحضراتكم السؤال اللي هساله لهم. عارفين الاحزاب النهارده بتعمل ايه؟ يقول لك حزب الف بيجتمع لتحديد مرشحه اللي هيختاره، اللي هم الاثنين مرشحين. طب يا عم ده 80 حزب وما تنزل مرشح حتى لو مش هياخد صوت. بقول لك ايه، ما حدش هيسمع كلام حد، ما حدش هيسمع كلام حد. كل واحد بيظبط حساباته دلوقتي. يقول لك عزاب، بص يا الاحزاب عينيه على البرلمان. طلعنا فاصل وبعد الفاصل هيجاوب. ما انا لازم